السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهات قناة دكتور محمود ريتان. ترياكتين أقراص وكل الأسرار والمعلومات عن ترياكتين أقراص، وهل هو بيزود الوزن، هل هو بيفتح الشهية، هل هو خطر على الأطفال. كل المعلومات دي هتلاقوها في الفيديو ده، فيديو مميز جدا، في ياريت تتابعوا الفيديو لغاية الآخر عشان تعرفوا كل المعلومات عن ترياكتين أقراص. ترياكتين أقراص بيحتوي على المادة الفعالة سيبروهيبتادين، وموجودة بتركيز 4 مللي جرام. المادة دي أصلا في الأساس مضاد للحساسية من الجيل الأول، بتشتغل على مستقبلات الهستامين وبتقفلها، فبالتالي بتقلل أعراض الحساسية، سواء حساسية جلدية، حساسية جيوب الأنفية، ارتكارية، حتى الإكزيما العصبية. وكمان الأقراص دي بتشتغل على السيروتونين، بتشتغل على مستقبلات السيروتونين وبتقفلها، فبالتالي لقوا إن لها تأثير فاتح للشهية، وده اللي من خلاله معظم الأطباء والأشخاص اللي عايزين يفتحوا الشهية ويزودوا الوزن بيستخدموا ترياكتين أقراص. طب يا دكتور، هل هو خطر؟ هل له أعراض جانبية؟ بصوا معايا بقى وركزوا معايا في النقط دي كويس جدا. المادة السيبروهيبتادين بتقفل مضادات الهستامين ومضادات السيروتونين، يعني هتوقف كل أعراض الحساسية في الجسم، وفي نفس الوقت هتفتح مركز الشهية في المخ وهتفتح الشهية. فعلا لقوا لها نتائج فعالة جدا في فتح الشهية بدرجة كبيرة، ولكن على النقيض التاني لها بعض الأعراض الجانبية، إنها ممكن تعمل في بداية استخدامها شوية جفاف في الفم، شوية دوخة، وميل النوم، والأعراض دي بتختفي بعد 3 لـ4 أيام من استخدام الأقراص دي. خدوا بالكوا بقى، بلاش استعمال الأقراص دي، وفي منها شرب كمان، للأطفال أقل من 2 سنين، وده لأن مفيش دراسات أو أبحاث عن استخدام الترياكتين في الفئة العمرية دي. كمان الأقراص دي ممنوعة للي عنده ارتفاع في مستوى ضغط العين، الجلوكوما، المية الزرقاء، اللي عندهم مشاكل في التنفس، زي اللي عندهم أزمات تنفسية أو الربو. كمان اللي عندهم مشاكل في التبول وانسداد في المثانة، كمان بلاش يستعملوا الأقراص دي إطلاقا. طيب، الأقراص دي بلاش استعمالها بكثرة الأطفال الصغيرين لمدة طويلة، لأنها ممكن تعمل عندهم ميل للضيق والخنقة، لأن ما تنسوش إن الهرمون اللي أو المستقبلات اللي بيشتغل عليها السيروتونين دي مسؤولة عن السعادة ومسؤولة عن الانبساط، فعلما أقفل أنا المستقبلات دي الشخص بيحس بشوية تنشنة وضيق، وده مع الاستخدام الطويل، وخصوصا لو في الأطفال. بلاش أستخدم الأقراص دي أو الدواء شرب في الأطفال لفترات طويلة، هو مش ممنوع استخدامها للأطفال، ولكن بلاش استخدامه لفترات طويلة. طب أنا سمعت يا دكتور إن ترياكتين أقراص ده كورتيزون وبيعمل مية تحت الجلد، زي ما قلنا ملوش علاقة بالكورتيزون من قريب ولا بعيد، وما بيعملش مية تحت الجلد لأنه ما بيشتغلش أصلا زي فعل الكورتيزون خالص، ده بالعكس بيشتغل على مستقبلات الهستامين والسيروتونين. طيب استعماله ازاي يا دكتور؟ استعماله في الحالات العادية هو للكبار، قرص بعد الوجبات 3 مرات في اليوم، إلا لو أنا عايز استعمله كفاتح للشهية، هنا هستخدمه للكبار قرص قبل الوجبات بنص ساعة 3 مرات في اليوم. ويا ريت ما ابداش بالجرعه في الاول، الجرعه دي يا ريت ابدا بجرعات قليله، يعني قرص مره او مرتين في اليوم قبل وجبات، وازود الجرعه تدريجيا، يعني لو خدت مره في اليوم ازودها، بعد اسبوع يبقى مرتين، بعد اسبوع يبقى 3 مرات، وده عشان اتجنب الاعراض الجانبيه بتاعته من الدوخه والخمول والميل للنوم. طيب الأقراص دي جرعتها للأطفال، يعني ممكن يا دكتور الطفل يستخدم الأقراص دي، هو يفضل يستخدم الدواء الشرب من عمر 2 سنين ل6 سنين أو ل7 سنين، معلقة صغيرة من مرتين ل3 مرات في اليوم قبل الأكل، ومن 7 سنين ل14 سنة 2 معلقة صغيرة، يعني 2 معلقة شاي قبل الوجبات بنص ساعة 3 مرات في اليوم. طب لو عايز أنا أطحن الأقراص دي من عمر 2 سنين ل6 سنوات أو 7 سنوات، هياخد نص قرص من مرتين 3 مرات في اليوم قبل وجبات.
طيب من عمر 7 سنوات الى 14 سنة قرص اطحنه له برضو مرة الصبح ومرة بالليل على يعني عصير او مية قبل وجبات 3 مرات في اليوم قبليها كده بنص ساعة. طب ايه المدة المثلى يا دكتور او افضل مدة استخدم فيها ترياكتين اقراص؟ استخدمها لمدة شهرين بكتير و3 شهور، وده عشان الجسم ما يتعودش عليه وعشان اتلافى الاعراض الجانبية والمشاكل الجانبية بتاعت الترياكتين. طب هو يا دكتور مثبت في النشرة الطبية بتاعته انه بيفتح الشهية؟ فعلا هو في النشرة الطبية بتاعته انه بيفتح الشهية، هو ليه مفعول مضاد للحساسية ولكن ليه تأثير قوي جدا فاتح الشهية. طب يا دكتور لو سبت انا الاقراص دي هل ارجع تاني الوزن يخف؟ احنا قلنا الترياكتين مجرد فاتح للشهية مش بيزود الوزن، بس طبيعيا وتلقائيا لما الشخص هيفتح الشهية عنده طبيعي هياكل والوزن هيزيد. طيب انا ازاي يا دكتور اثبت وزني بعد ما اوقف الترياكتين؟ ان انا لازم امشي على غذاء صحي متوازن وامشي على مكملات غذائيه وامشي على المنتجات اللي فيها حليب الصويا وبروتين والواي بروتين وكمان البروتينات اللي هي بتساعد على بناء الجسم وامداد الجسم بالفيتامينات والمعادن زي مونتو بروتين زي ايجي جروس زي جروس فورميولا وغيره من الحاجات دي اللي بتساعد الجسم يحافظ على وزنه او ان انا احافظ على غذاء صحي متوازن. طيب يا دكتور الاقراص دي سعرها عامل كام؟ سعرها عامل 15 جنيه، وبرضه السعر قابل للتغيير، والاقراص دي متوفره في جميع الصيدليات، وزي ما قلنا بلاش الاقراص دي اقل من عمر سنتين تحت اشراف طبي، وعرفنا الجرعه من عمر سنتين وكمان عرفنا جرعه الكبار والاعراض الجانبيه ناخد بالنا كويس جدا. كمان لازم نتابع الاشخاص اللي عندهم مشاكل في القلب والاوعيه الدمويه واللي عندهم ارتفاع ضغط الدم او اللي عندهم فرط نشاط في الغده الدرقيه او اللي عندهم ربو او اللي عندهم جلوكوما ميه زرقاء على العين، يحظر او بلاش يستعمل الاقراص دي في الحاله دي. الاقراص دي لو لكبار السن بتستخدم بجرعات قليله وما استخدمهاش زي ما قلنا لفترات طويله. اقراص فعاله واقراص متميزه جدا وهي فعلا بتفتح الشهيه بكفاءه وفعاليه. يا رب ما اكونش طولت عليكم بكل المعلومات الطبيه عن ترياكتين اقراص. سلام عليكم.